بتغيرش عليا؟ مش متضايق ان في راجل تاني بيبص لمراتك؟ هي ايه المهمه وفين؟ المهمه قدامك اهي. بوجي الو انجي. لا انا نبيل. ازيك يا ليل؟ انت كويسه؟ فريده كويسه؟ لو انت لو سمعت كلام نبيله هتشوفها النهارده. العربيه رجعت، العربيه رجعت. الله الله الحمد لله. اه شقيه يا مرحبا. الحمد لله. هي لا مؤاخذه يعني ابوها وحشها وعماله تسال عليه كل شويه. ما تفرجيني معاكي كده بابي. نهار اسود، هو بابي يبقى مستر ليل؟ الحقيني مدام نبيلة، مش لاقيه فريدة ولا الزفت البيبي سيتر. الليلة لو جه وملقاش فريدة ده مفيش حاجة هتوقفه، هيموتني. اجري فريدة اجري. طب بصوا بقى، انا مش هخرج من هنا غير وبنتي معايا. المكنة دي متسجلة باسم مين؟ يعني ايه ما تعرفش؟ مسروق. وليلى شافتك؟ لا لا، تعال ياد، بقول لك تعال خلينا نشوف المصيبة دي نعمل فيها ايه. يا رب
يا رب انا عايزه اعرف هي فين مسارة. يا رب يا رب ما تعملش فيا كده. انا عايزه بنتي، انا عايزه بنتي، هاتيلي بنتي. هيحصل بس لازم تسمعي الكلام اللي هقولك عليه وتنفذيه، عشان لو ما عملتيش كده هيبقى في مشاكل. مش فاهمه يعني عايزين اعمل ايه بالظبط؟ هادي يا عطرة اتفضلي. انت هتنزلي مصر وهتروحي تعملي محضر تقولي فيه ان ليلى خطفت بنتك، وان في مشاكل بينك وبين جوزك، وانك سبتي له البيت وجيتي قعدتي عندي لان احنا اصحاب. اروح اقول لهم انه ليل هو اللي صلت ليلى عشان تخطف فريده؟ لا كده هتزودي المشاكل بينك وبين ليلى، وانتي مش ناقصه. يلا عشان هتنزلي مصر دلوقتي. ده انت طلعت هيت يا بقى. انا مشغل مره معايا كل ده يحصل معاك؟ يعني كنت عايز نعمل ايه بس يا معلم؟ يعني بيقدر على القدره الا صاحب القدره. دول خواجات وعربيات وترسانه سلاح، اروح انا فيهم فين؟ انا بمكنه الخياطه اللي انا راكبها دي يا معلم. خواجات؟ اقول لك يا ابني مين الخواجات. اهم حاجه انت متاكد ان البت ماتت؟ عشان دي هنلبس فيها اسود مع الباشا. قطع النفس يا معلم. كده بقى نقفل التليفون. كويس ان انت جيت. انا عايزه حلاوه يا معلم. تبقى لقيتيها؟ بس عند كروان. يلا يلا خال حماده تيتي. يا نهار اسود. بقول لك يا معلم انا ماليش في الحوار ده. حياه امك. اقعد يوم. البس واخدك معايا نروح له. خواجه. والنبي حلو عليك بجنب المرحوم. بلاش الكلام ده، جسمي بيشيل وبيتهبس. لو النبي ده انا غسلها وزي الفل. ده انا ما صدقت وزعت العيال. الباب بيخبط. سيبك خلي اللي يخبط يخبط. انت كمان يروح يفتح الباب وانا حاطير؟ يعني انا قدامك اهو. امرك يا غيم. حلوه كمان يا برضو. فين ليلى فريدة؟ في ايه؟ في ايه؟ والنبي والنبي ليلى فريدة فين؟ والله العظيم ما اعرف حاجة. سيبني والنبي، أنا هقول لك على كل حاجة والنبي. سيبني والله. والله العظيم ما اعرف أي حاجة. أنا رجعت من بره لقيتها لما هدومها وطفشت. يا تعرف نبيلة تنطوي منين؟ كنت شغالة عندها قبل ما شعبان يتوسط لها عندك، دي شغالة في النادي، قعدت عندها 3 سنين وبعدين طردتها. ما كلمتكيش من ساعة ما خرجت؟ ما تكدبيش عشان ما اروحش في داهية. النبي وحياة صحتي وعافيتي ما بكدب. ده منزل ليلى عبد السلام. خير؟ بنته عملت حادثة وعايزينه عندنا في القسم. فريدة؟ حادثة ايه؟ أنا مش لسه هستنى لحد ما تدوري. قولي لي هي ممكن تبقى قاعدة فين؟ لما أمها كانت بتطردها كانت بتروح عند البيت تنفين صاحبتها، ويمكن تكون هناك يا باشا. قصدك البيت اللي كانت قاعدة فيه لما كنت بجري ورا شعبان؟ هي يا باشا. والنعمة يا مستر ما أعرف عنها أي حاجة، أنا بس عايز أعرف في إيه. أيوة يا نرمان. مستشفى إيه؟
الله يسلمك. الأخبار؟ كله تمام. شعبان جاهز؟ تليفونه مقفول بس أنا هفضل وراه لحد ما يرد. ونبيلة؟ لا نبيلة دي خلاص وقعت. ما تستهونيش بنبيلة. احنا كسبنا جولة مهمة بس لسه الماتش شغال. تمام ساعتك. ابعتي ورد الليل عبد السلام وانشري ناعي باسم الشركة. تمام ساعتك. بالنسبة للبورصة عايز الأسهم اللي تنزل تقل شوية. عايزين السهم يولع. احنا وصلنا ل 48 جنيه في السهم. لسه ما وصلناش للسقف. بعت الورد لنانسي. حصل سعادتك وزي ما أمرت. مسا مسا حماده. اهلا شعب. عاش من شافك يا راجل. ايه الدنيا هبه معاك والعظمه كبرت ولا ايه؟ لا ما يغركش الدراع لسه حديد. اصل يا معلم كروان خد الرجاله واعمل معاهم الصح حشيش واللازم منه. لا 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 احنا كلنا نقعد مع بعض كده. جرى يا شعبان انت جاي في حوار كلام ولا جاي في عوق؟ عيب عليك يا حماده انت حبيبي. انا جاي اتكلم معاك. يبقى الرجاله تقعد مع بعض واحنا نقول كلام المعلمين. بعد ما نخلصه هنقعد مع بعض كده قعده معلمين. نورت المطرح يا شعبان. كنت عارف انك جاي. قصرت عليا السكه. وصلك بقى الفيلمايه بتاعت ساميه وكروان. واللي قبل الفيلمايه وحياتك عندي قرار. انا عايز فلوس. وهي عايزه جزء النمرود. لا ما هو النمرود ده الله يحنن عليه راح الاخره كده مشوار بعيد شويه. يبقى كده مساوي يا صاحبي. انت خدت اجل جوزها وهي قلبتك في الفلوس. عطر ديك يا حماده واحده مراجيح تعلم عليا انا. ما رضينيش يا صاحبي. وكمان ما رضينيش ان انت تجيب اجل الراجل وتنام مع مراته في فرشته. حماده انا مصالح معايا كتير. ما شفتش منك مصلحة. نشوف. نشوف المصلحة وبعدين نحل القصة. لا حل عليك. حبيبي يا كروان. حبيبي. حبيبي يا شعبان. مش هشربنا حاجة بقى. وأنا اللي قاعد زي الأفرش في الزفة. طب يا إنجي كانت فين؟ وجوه دلوقتي بتعمل إيه؟ هتخرج تطمنا دلوقتي. ربنا يستر. فريدة ماتت. بنتي؟ بنتي؟ إيه؟ بنتي؟ في إيه؟ فريدة مالها؟ في إيه؟ فريدة مالها يا إنجي؟ في إيه؟ إيه؟ Oh.
الكلام ده مش نافع. أنا عايز أسمع الحكاية من الأول. يا باشا أنا كنت شغالة عند واحدة اسمها نبيلة طنطاوي. نبيلة طنطاوي؟ ده أنتِ داخلة على كبير أوي. كملي يا ليل. عملتي في نفسك كده ليه بس يا بنتي؟ نصيب يا أمي نصيب. معلش يا ليلى معلش. خدي دوري. ده أكل يا ليلى عشان تقوتي نفسك. خدي. شكرا قوي مستر أشرف. لا مستر إيه؟ خلاص بقى عمك يا ليلى، عمك أشرف من هنا ورايح. عمي؟ يلا يا ستي. لا هسيب يا ابني. آسف. يلا يا ستي. بقول لك ايه، انت كده معاك اتنين رجاله وواحده جايه كمان شويه. يا عم عشان هنزل هنزل بيت النص. ايه 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 انا طارق طارق. انت جيت امتى؟ من شويه. انت هتنام؟ معلش انا نسي، هل كان جدا انه لازم انام؟ لا بس احنا في حاجات لازم نتكلم فيها. ما انا بكره اجازه ان شاء الله، اصحى براحتك بقى وتكلمي زي ما انت عايزه. لا معلش لازم نتكلم دلوقتي حالا. اوه انت بقيتي نكديه قوي يا نانسي، دي مش حياتي خالص. مين دي يا طارق؟ ويا ترى بقى انت شغال قرطاس لب عشان تبقى بتلعبها وتسليها؟ خدي بالك من كلامك، انا زهقت. ايه هتضربني تاني ولا ايه؟ ما لما تقولي كلام يجرح كلام تبقى ما عنديش رد تاني. وسليتها لحد فين بقى؟ ممكن تفهمي؟ افهمي مره واحده في حياتك بقى، مدام بوجي دي ست محترم وكل اللي بيني وبينها بقت علاقه صداقه مش اكتر. يا حرام قد ايه انا ساذجه وعبيطه. انت مجنون. مجنونه وجنانك بيزيد كل يوم عن التاني. اهو ده اللي كل مره بتقول لنفسك عشان تطلع انت صح وانا مجنونه. بص لنفسك في المرايه وانت عارف احنا وصلنا لفين. احنا خلاص حياتنا باظت، انا زهقت. بجد زهقت. وانا كمان زهقت وتعبت. يبقى خلاص نتطلق. بابي انت بتنام وعينك مفتوحه؟
بحبه. ايه؟ في ايه؟ قوم يا ابني صلي الفجر. قومي يا حبيبتي، قومي اغسلي وشك وغيري هدومك، قومي عشان خاطري يا حبيبتي. ما تلمسنيش، ما تلمسنيش، مش عايزه حد يجي جنبي. دلوقتي بقيت حنينة وطيبة، دلوقتي بقيتي بتخافي عليا، انتي عمرك ما همك اصلا. والله والله انا حاسه بيك يا حبيبتي، انا حاسه باللي انتي فيه. لا انتي مش حاسه بيا خالص، انتي عمرك ما حسيتي باي حد غير نفسك. لو كنت سمعتي كلامي فريدة ما كانتش ماتت، عمرك ما سمعتي كلامي. انت مش عايز تبقى مكان ليل وتشيل الشغل اللي كان بيشيله؟ يبقى لازم تبقى زيه شبهه. شوف يا باشا، شعبان مش شبه حد، انا بعون الله. شوف بعون الله وحش، اعمل اللي بيعمله واكتر كمان. خلاص يا شعبان امشي، مش عايزك. البلد مليانه بلطجيه، هلاقي 100 واحد غيرك. اللي يدور يلاقي، ولا وحش. في واحد كويس قوي ساكن في منطقة شعبان اسمه التيتي. اوه نفسية نفسية. ماشي. الهد زي البنا، من غيرهم الدنيا ما تعمرش. بقول ساعات الناس تبص على الهدد والتكسير انه عمايل الشيطان، ومش فاهمين ان الشر والخير دول من جنود ربك، كل واحد منهم بيعمل المطلوب منه. اها شفت اهو، انت اهو مش مصدقني. انا تعبان ومش مستحمل اسمع اي حاجه. الحزن بيتولد كبير وبيصغر مع الزمن. عموما لما ترجع بقى نكمل كلامنا. احنا هنفتح شركة حراسات خاصة. هو باظ يعني يا باشا؟ على حد علمي الشركة دي محتاجة تسريح وموافقات والجو اللي انت عارفه ده، وانا لا مؤاخذة يعني صوابي مسجل. احنا هنجيب لك الموافقات وهنعمل لك كل حاجة، كل المطلوب منك انك تجيب 2-3 يشتغلوا معاك في الشركة. اه واجهة يعني قدرة فيهم. بالظبط كده، ابتديت تفهم. لا مؤاخذة يعني يا باشا، مش العالم دي هتقفش كتير، واللي هيجي لك من وراهم اكتر. لا يا باشا انت كده بتسلخني من جلدي. عشان تبقى انضف، وبالمناسبه يبقى البس لبس محترم شويه، مش الزباله دي. سيبك من كل ده يا باشا، يعني انت لا مؤاخذه عايز نحط كل اللي كسبته في حياتي في الفاترينه بتتكلم عليها دي؟ طب افرض لا مؤاخذه الفاترينه اتدشت،
أبقى أنا كده خسرت الجلد والصاد. ولو فتحت هتدخل عالم تاني بفلوس تانية خالص. الله يحنن عليك. يبقى أنا وأنت بقى نخشها أنجاجي والمكسب 50-50. ما ينفعش. قلبك مش مطمن. لا مطمن، بس أنا مش عايز يبقى في شكل رسمي بيني وبينك قدام الناس، وده أحسن لي وأحسن لك. والله يا باشا كلامك بصراحة مخفل دماغي. سيبنا وديها واجيبها وهرد عليك، وربنا يحن علينا كلنا. شركة حراسات خاصة. كل الكلام ده مش فارق معايا خالص. أنا بس حبيت أحكي لك اللي حصل. عايز أبعد عن الدنيا كلها. لا قادر أشوف حد ولا أسمع حد. بسافر أي حتة. أرتاح. تشوفوا يا حبيبي. بس تعالى معايا البيت. خد دش وغير هدومك عشان إجراءات الدفن والعزم.